أقلعت صباح اليوم من قاعدة عبد الله المبارك الجوية الطائرة العسكرية الثانية الإغاثية من الجسر الجوي الكويتي إلى لبنان، محملة بأربعين طن من المساعدات الإنسانية. هذه الرحلة الثانية المقدمة من الكويت في الجسر الجوي لإغاثة إخواننا في لبنان، وكانت الرحلة الأولى من وزارة الصحة، وهذه تعتبر الرحلة الأولى لجمعية الهلال الأحمر. وما شاء الله التجهيزات هنا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى الأمور كلها جاهزة، وأيضا هناك إن شاء الله الاستقبال راح يكون من خلال يعني إخواننا في السفارة وأيضا إخواننا من الهيئة العليا للإغاثة في لبنان، والأمور كلها بفضل الله سبحانه وتعالى مترتبة بفضل القيادة جزاهم الله خير، وممثلة طبعا مجلس الوزراء والأوامر العليا في إغاثة لبنان. طائرة اليوم على متنها مواد غذائية وأدوية وبطانيات ضمن حملة الكويت بجانبكم بإشراف مباشر من جمعية الهلال الأحمر الكويتي وبتعاون وتنسيق بين وزارتي الخارجية والدفاع. اليوم الرحلة الثانية من الجسر الجوي متمثلة في 40 طن من المواد الإغاثية المتنوعة، من مواد طبية ومواد غذائية ومواد إغاثية متنوعة. الحقيقة هذا الطلب يعني طلبوه الإخوان هناك والحاجة اللي طالبينها. طبعا ركزنا على الأمور بعد أيضا هناك بداية الشتاء على البطانيات، وإن شاء الله يعني والمواد الغذائية هناك حاجة كبيرة للأمانة. راح يستمر الجسر الجوي ولله الحمد، عندنا طائرة إن شاء الله يوم السبت أيضا، ومستمرين في تقديم المساعدات لإخواننا وأهلنا الشعب اللبناني لتخفيف المعاناة اللي يعانونها هناك. دولة الكويت حكومة وشعبا، وبناء على حرص وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه، بتقديم كل الدعم وتوفير كل المستلزمات الضرورية جراء ما يتعرض له لبنان من اعتداءات يرتكبها عدوان الاحتلال الإسرائيلي. نواف شراكي، قناة الأخبار.